تنضم إلينا من العاصمة التشيكية براغ عبر خدمة سكايب منى كيال الاستشارية في تشخيص الأمراض الجرثومية. أهلا بك سيدة كيال. حينما نتحدث الآن عن جرعة ثالثة معززة لجرعة الجرعتين السابقتين، هل هذا في المطلق هو جيد بصرف النظر عن أي لقاح؟ بالنسبة للجرعة المعززة للقاح هي يعني تفضل السيدة كيال نسمعك. إذا كان سؤالك عن الجرعة المعززة للقاح، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت منذ فترة بإعطاء الجرعة الثالثة للأشخاص الذين قد تجاوزوا عمر 65 سنة أو الذين لديهم بعض العوامل الخطورة، كون المناعة تنخفض بعد فترة من الزمن عند هذه الفئة، وتبقى هناك الحماية من الأعراض الخطيرة خاصة عند الأشخاص الذين هم أقل عرضة للخطر. ولكن يعني لنفهم أكثر، هل مسألة الجرعة الثالثة المعززة هي مرتبطة ب يعني خصوصية معينة للأشخاص الذين يعني يأخذون هذه الجرعة كما ذكرت لناحية العمر أو لناحية يعني وضع المناعة لديهم، أم هي مرتبطة بنوعية اللقاح الذي يعني تم أخذه في السابق؟ يعني هل هناك فرق بين جونسون أند جونسون أو فايزر بايونتك أو غير ذلك؟ لا يوجد فرق بين اللقاحات بالنسبة لضرورة أو عدم ضرورة إعطاء الجرعة الداعمة، حتى أنه جونسون أند جونسون قد توصلت يعني أخيرا إلى أنه ضرورة إعطاء الجرعة الثانية بعد شهرين من الجرعة الأولى، وبالتالي هون خلينا نركز على ربما أهمية يعني اللقاح ذو الجرعتين على الأقل. وأيضا موديرنا ولو أنها تأخرت قليلا عن فايزر، ولكن أيضا تم اعتماد الجرعة الثالثة. فبالنسبة لكل اللقاحات الجرعة الثالثة بعد 6 إلى 8 أشهر قد تكون ضرورية، خاصة عند الأشخاص الذين يعني عندهم عوامل خطورة، فهذا الشيء يعني ينطبق وعلى كل اللقاحات مع إمكانية يعني المزج بين اللقاحات. طب تعلمين سيدة كيال، هناك يعني كثير من الشكوك، لا يزال عدد كبير من الناس في مختلف دول العالم يشككون سواء بالفيروس نفسه أو حتى بأخذ اللقاح. الآن هناك من يقول الجرعة الثالثة هذا يعني أن الجرعات السابقتين التي يعني تم أخذها هي ليست جيدة، هذا مزيد من الكذب ربما في مسألة اللقاح. كيف يمكن تفسير ذلك؟ هل الجرعة الثالثة المعززة هذه هي نتيجة مزيد من الأبحاث أم نتيجة مواكبة لتغير الفيروس نفسه، ونحن يعني بدأنا نتحدث عن دلتا وربما قد يتحور لسلالة أخرى؟ الجرعة الثالثة أتت بعد فترة زمنية معينة من الجرعة الثانية، عندما بدأوا يلاحظوا أنه عند الأشخاص بعد 6 إلى 8 أشهر انخفض مستوى الأجسام المضادة، وبالتالي يمكن أن يسبب ذلك عند فئة معرضة للخطر، الكبار السن مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية عندما انتشر متحور دلتا في الفترة الأخيرة في الصيف لاحظوا أن بعض الإصابات الخطيرة ولو أنها نادرة تحدث حتى عند الملقحين الذين يعني مضى فترة طويلة على تلقيحهم، من هؤلاء الأشخاص كبار السن أو الفئة المعرضة للخطر. ولكن يعني الأبحاث اليوم من فايزر أنه الجرعة الثالثة تعزز المناعة وتعود ل 96% من الأعراض بشكل عام، وأيضا تخفف نسبة العدوى. يعني الجرعة الثالثة ليست يعني حالة خاصة بالنسبة لجدول اللقاحات، كثير من اللقاحات لديها الجرعة الداعمة الثالثة. شكرا لك من براغ السيدة منى كيال الاستشارية في تشخيص الأمراض الجرثومية، شكرا جزيلا لك.